في رأي الأقصر، كيف يتحول لديك الحدث إلى صورة محدودة الأبعاد والزمن؟ العملية تأتي بتلقائية، بعض الأحيان بدون تخطيط. علاقة ودية بيني وبين اللوحة اللي قدامي، وفي بعض الأحيان فكرة ظل لعدة أيام وأسابيع أحملها في داخلي، أدور فيها، تتخمر تتخمر تتخمر، وفي لحظة تطلع من خلال اللون والخط. هل هناك حديث بين العقل والأنامل أثناء عمل اللوحة؟ في علاقة بين العقل، والعقل يتمثل بالفكرة، وفي علاقة بين أناملي ولما أرسم لازم يكون في انسجام بين الاثنين، واللي يتدخل بالنص موسيقى حالمة هادئة ممكن تزيد من سرعة عمل الأنامل. هل تفكرين وأنت ترسمين أم تفكرين ثم ترسمين؟ أفكر بشدة لدرجة أني أيوع ساعات. من يوحي للآخر نحو الانفعال والاكتمال، يدك أم عقلك؟ لا، عقلي يدي هي أداة التنفيذ، لكن عقلي هو اللي يخطط، وهو اللي يقرر وين أحط بقعة اللون، وين أحط الخط، إمتى أنهي اللوحة، إمتى أعود لها مرة ثانية وأحس إنها ما انتهت. من يوحي للآخر عندما تبدأين؟ العقل يوحي لليد أم اليد توحي للعقل؟ العقل هو اللي دائما يكون موجود، هو دائما العقل اللي يحرك كل الأشياء يعني. فعملية اليد طبعا أنا أعتز بإيدي، لأن من خلال إيدي ممكن أن أوصل لأشياء كثيرة، لكن يظل التقدير الأكبر لعقلي. نتاج اللوحة النهائي، من هو الفاعل الأساسي لها؟ عقلك؟ مشاعرك؟ خبرتك؟ أناملك؟ موهبتك؟ أم قوة الحدث؟ هذا سؤال صعب. ممكن كلهم يجتمعون مع بعض، ممكن يكون للخبرة طبعاً، ما أقدر يعني الدور هذا ما أقدر أنساه، لقوة الحدث، للفكرة، للعقل. تصور لو ما عندي إيد كان ممكن أرسم لوحة؟ ما كان ممكن. أجمل ما في الصورة الفوتوغرافية أنها تجمد لحظة من الزمن. ما هو أجمل شيء في اللوحة؟ أجمل شيء في اللوحة الصدق، شحنة الصدق اللي يضعها الفنان في لوحته. أجمل شيء في اللوحة إحساسك اللي يكون كما أنت، اللي بداخلك على اللوحة. أجمل ما في اللوحة أنت الفنان، كيف نفذت لوحتك وكنت متميز، لا تشبه الآخرين، ما تشبههم. هل الألوان لغة؟ طبعاً، ألوان عالم، عالم جميل، حلم ما ينتهي. الألوان فلسفة. طبعاً ما أقدر أقول اللون الأصفر رمز للحقد، الأحمر رمز للحب، لا، اللون هذا يأتي تبعاً لمتطلبات اللوحة والعمل الفني. فاللون عالم خاص بالفنان. كيف تكتبين كلمة رومانسية بلغة الريشة والألوان؟ أكتبها كذي. وهذه لوحة أخرى، كويت، ليل ومطر.
طبعا لازم يكون في قصة حق الأغنية، يعني مو شرط نفس الموضوع بس شغلة يعني تكون مريحة يعني شوية. صدق إن مرات في أغاني مثل أغنية تقول ما عاد حبي يكفيك، ما عاد بعدي بتشيك، ما راح أقدمها بنفس الأسى، يعني راح أقدمها بطريقة مريحة يعني فيها شوية فن. يعني كذي حركة جديدة على أساس إني ودي بالنسبة حق التمثيل، طبعًا ما ابتعدت عن التمثيل كلش، هذا إضافة للتمثيل إني شغلة استعراضية، أغاني لكن بأداء تمثيلي. يعني خلال شهرين الأفلام اللي قبل، يعني خصوصاً الأفلام حتى إنها مو استعراضية بس تحس الممثل لما يكون شامل يعني يغني ويستعرض مثلاً يتحرك يكون أداء يعني واصل أكثر، يعني بالنسبة حق الفنان الشامل. ناح النوح والنواحة على بقرة حاحة النطاحة والبقرة حلوحة تحلب انطار حاحة لكن مسلوحة من أهل الدار والضرب صحاح وحدة جريدة تستدعي الفنانين إلى مقرها ويخلون الجمهور يتصلون يسألون والفنانين يردون عليهم والجريدة بعدين تنشر اللقاء للجمهور. قلت بجرب الجمهور وقدرته في مواجهة الكاميرا والرغبة في الظهور أمامها، فأخذنا الكاميرا ورحنا الجريدة وفعلا لقينا الجمهور قاعدين يتصلون والفنانين يردون عليهم، وكان اللقاء الهاتفي مع الفنانة عزة بلبع والفنان الممثل محمد العجيمي والمخرج نجف جمال. المهم وهم يسولفون مع الجمهور قلت حق العجيمي الله يخليك خل أكلم واحد منهم، وكان هذا الموقف وسوف نقتنص بعض الحديث. الحقيقة احنا قاعدين نستخدم الاكس راي واير اول مرة تجربة ان نصور من خلال التليفون، بس احنا الحقيقة صورناك وانا بس بستأذنك في ان نبث صورتك بالتلفزيون. شلون كذي هذه؟ لا شلون كذي هذه قضيتنا، بقى انك بس توافق او ما توافق. اوافق او موافق، هذا يعني اول شيء يدعو للخيال، ما في تصوير بالتلفزيون اولا، واذا صدق في تصوير تلفزيون يقول انا وين قاعد اشيل لابس. لا انا ما خليني اوضح لك الصوره بشكل واضح جدا. بما انك متابع المنطق تماما، اشعه ليزر من خلال الوايرلس اللي تبث اشعاعات حولك وممكن ان تقتنص الصوره بسهوله جدا، اذا هذا للمعرفه. اما سؤالي انا اللي ما جاوبته انت بس قول لي لا ولا ايه. اذا اوصلك طبعا لا. ليش اللي اعتراضك عليه؟ ليش انت مو الكلام اللي قلته مو مرتاح منه؟ بالعكس انا اجد انك مقدم برنامج بعد، مو بس شو اسمه سائل يعني. لا درجة مقدم برنامج لا يعني لو وصلت الكلام انا حتى ما ابي شو اسمه. ليش عندك تحفظ؟ بس ليش يعني صورنا يعني اذا طيب اكو شغله ثانيه ممكن تمر تاخذ شريطك؟ طيب شو اسوي بالشريط؟ سجل عليه. شكرا. المسرح او ناس حياته
واحد يقول وياخذ راحته يعني، فعشان كذا تلاقينا اكثر شيء بالمسرح. عندي سؤال بدون حرج. تفضل. المسرحية لا تتوش ترقص مصري عدل، شلون تعلمت؟ لا حسن تقول لي مسرحية ترقص هذا والله من الشيطانة طال عمرك يعني. احنا دائما يعني خصوصا الفنانين لما يطالعون شغلة دائما يصيرون قويين ملاحظة، فنلاحظ فأنا لاحظ وأطبق. سألوا النواطيح طب وقعت ليه؟ وقعت من الخوف والخوف يجي ليه؟ من عدم الشوف وقعت من الجوع ومن الراحة، البقرة السمرة النطاحة. وقعت من الجوع ومن الراحة، البقرة السمرة النطاحة. ناحت مواويل النواحة على حاحة وعلى بقرة حاحة. أسألك سؤال، إذا شو اسمه ما في افتتاح في المسلسل السينما الكويتية؟ والله الله يسمع منك. ليش؟ لأن سوق السينما يعني السينما أساسها يعني في كل العالم تجارية، فأنت لما تسوي فيلم يكلفك وايد وتحتاج حق سوق عشان تبيع الفيلم عشان تطلع تكاليف الإنتاج يعني مالت الفيلم، ممثلين، التصوير، فيلم الخام. فبالتالي هذه صعبة ان واحد يعني يسويها ويجازف، لان اكيد راح تخسر معاه، لان ما في سوق. وين راح من راح يبيع على مصر؟ ما تاخذ الدول العربية، ما يشترون، ما يدفعون. ما عندنا الا الخليج، والخليج ما يدفع ذاك السعر يعني، فبالتالي اكيد يخسر، فما يشتغل سينما، ما نشتغل سينما. زين الصورة موجودة عندنا، نعم، بس طبعا مو صورة موجودة بصورة بشكل نشوفها، مسجلة على أشعة ليزر. والله مسجل ده. يعني الحقيقة لو أنا قدام الصورة أقدر أحكم عليها، بس هي سجلت يعني، بس إحنا بناخذ إذنكم في البث يعني، بث الصورة على أساس تشوفونها إذا راسنا. والله ما ليش؟ شو المانع؟ عسى يعني مو ولا شيء. شكرا. شنو اللي يدلل على اني انا مثلا مغرورة متكبر يعني؟ يعني شلون يعني غير خلينا نشوفك يعني على المسرح. والله اختي اقول لك شغله، يعني انا يعني دائما مسرحيات اللي انا اشتغلها دائما فيها جهد، فيها مطامر وتعب وعرق يعني، ف يعني خصوصا ايام الاربعاء والخميس تدرين يعني، لما يكون عندنا عرضين واحد يطلع عريان خالص يعني، عارفه؟ فمع احترامي الشديد حق الناس يعني، الواحد عارفه يعني يدوب يلا يسحب النفس يعني، النفس ماله عارفه، وبعدين يعني الناس في لحظتها ما يعني، بعض الناس انا اقول ما يقدروا ان هذا الفنان طالع تعبان ولا عرقان ولا عارفه، ولا عارفه يعني التمثيل يعني دائما الاداء فيه وال خروج يعني عن شخصية الواحد ويدش بشخصية ثانية، تعب فيها جهد، مجهود نفسي، وبعدين في تركيز، واحد يحفظ دوره وحركته ومش عارف كذا، ويراعي الفنان اللي يمه ويراعي الجمهور اللي طالعه وإضاءة، فمجهود نفسي عارفها؟ اي يعني أكيد الواحد يكون تعبان لحظتها، فأوكي صح يبتسم يجام الناس، بس عاد في ناس مع احترامي الشديد لهم ما يقدرون القضية هذه. ما يقدرون ان هذا فنان تعبان، ترى احنا يمكن احنا الوحيدين اللي ابتدعنا ظاهرة التصوير يعني، اخذناها من مصر. في مسارح برا في العالم لا يمكن تشوفين ممثل، ولا يمكن يقعد له ساعتين ثلاث ساعات يصور مع الجمهور، عقب اربع ساعات او ثمان ساعات اذا كان عرضين جهد يعني، عارفه؟ فبالتالي لان عارفين شنو جوه، عارفين انه هو تعبان ومضايق، ففي بعض المسارح بمصر ما يدخلون، والله لو الواحد لو يحفر بالقاع ما يدخلون على احد، لان عارفين ان الحين هو تعبان ومرهق وقاعد يشتغل وشغله يحتاج يعني كونسنتريشن، تركيز في هالشغلات هذه. يعني لما يواجه الجمهور يلا تروح حالته هذه. فيعني اتصور يعني الفنان او حتى مثلا المؤلف ولا المخرج ولا الممثل دائما عذروهم سواء قبل العرض او بعد العرض، يمكن تشوفونهم في وقت ثاني راح تشوفونهم ناس طبيعيين عاديين يعني. احنا في التعاون ما بين التلفزيون وما بين الجريده قاعدين نصور المتكلم. جميل.
بحيث ان احنا بنستاذنك بناخذ اذنك بحيث ان ننشر صورتك يعني مع بالتصوير التلفزيوني عندنا بالتلفزيون اذا ما عندك مانع. انا تحت امرك. شكرا. انا لك على طول خليك ليا خد عين مني وطول عليا وخد الاتنين واسأل فيا من اول هذا واحد دخل المطعم قال أخوي عندك حلقات بصل؟ قال له إيه. قال الله يخليك عطني الحلقة السابعة والأخيرة ما شفتهم. الفنانة عليا شعيب من الفنانات المهتمات بفن البورتري الشخصي أو الرسم الشخصي. قبل الحديث مع الفنانة عليا شعيب أو عن دراسة الفنانة عليا شعيب نلقي الضوء على فن البورتري بشكل عام. البورتري هو فن رسم الأشخاص حيث يقوم الفنان بنقل مواضيع عادية يراها في ملامح أو شكل أو ملابس أو عمل للآخرين فيحولها إلى رسالة ذات أهداف محددة من خلال إبداع الفني وتمكنه من اليد والقلم والريشة والملاحظة. البورتري الشخصي هو قيام الفنان برسم نفسه من خلال المرآة أو الصورة الفوتوغرافية. رسم البورتري أو الرسم الشخصي مع بدايات فن الرسم وتعود إلى عصور موغلة في القدم لأن الرسم أساساً بدأ قبل الكتابة أصلاً فكانت هناك الرسومات التي تركتها حضارات ما قبل الميلاد والتي تمثل الحياة في تلك العصور. البورتري بدأ بتقليد أو تصوير الأشخاص في حياتهم اليومية وظهر في نفس الوقت أيضاً البورتري المنحوت كالتماثيل مثلاً. على العموم ظهر بورتري كفن متطور في فترة العصور الأوروبية المظلمة ثم تطور في العصور الوسطى ثم عصر النهضة لأن عصر النهضة أساساً يعتبر مرحلة تطور في جميع الفنون واستمر فن البورتري مختصاً برسم الحكام والملوك والأفراد والأميرات والقادة. عموماً من أهم الفنانين في مجال البورتري ليناردو دافنشي والذي رسم اللوحة المشهورة موناليزا أو كما تسمى الجيوكندا. ليناردو دافنشي أيضاً من أميز الفنانين اللي رسم بورتري شخصي حيث قام برسم نفسه في سن 70 وحرص على نقل صورة صادقة عن نفسه بالإضافة إلى فنانين آخرين مثل مايكل أنجلو، رافائيل، فان دايك، فيرمير، هالز، ديورر، فيلاسكيز، رامبرانت، رينولدز وفي العصر الحالي كان أشهرهم بيكاسيو وسالفادور دالي والذين
انتهجا خطا جديدا في التعامل سواء مع الرسم او البورتري. الحديث عن فن وفناني البورتري لا ينتهي ولا يمل، فهو من ناحية تسجيل للحظة معينة من الزمان والمكان والحالة النفسية والتعابير الوجهية منقولة من خلال حالة إبداع تعتري الفنان الرسام، ومن ناحية أخرى يشكل مرجع تاريخي مهم للتعرف على الشخصيات المرسومة في البورتريهات، كما أنه يشكل مرجعاً في الدراسات الإنسانية والتحليلات النفسية. وللتحدث بشكل أكثر تحديد عن هذا النوع من الفن، كان لي لقاء مع الفنانة عالية شعيب، والتي اختارت الحديث عن فن البورتري الشخصي للفنانة فريدا كحالة دراسية لهذا النوع من الفنون الإبداعية، فكان هذا الحوار. عالية، يقال إن الفنان لما يتأثر بفنان آخر يقوم يستنسخ عمله، يقوم يستنسخ شغله، يتأثر بفنه، يعني حالة استنساخ منه. شو تقول عالية شعيب؟ مو معناته إذا أنا تأثرت في فنانة معينة أو فنان معين أو أي شخص، مو معناته إن أنا أنسخ حياتها أو حياتها وأطبقها على شخصيتي وعلى مجتمعي. أنا مؤمنة تماماً، وأنت تعرف أن كل شخص مختلف تماماً كعقل، كشخصية، ككيان، كتكوين نفسي وعقلاني، كل شخص مختلف عن الآخر. يعني مو بس الأفراد مختلفين، أيضاً المجتمعات مختلفة. أنا متأثرة فيها كفنانة. أنا أتمنى ان خلال المراحل الآتية، يعني في مشواري الفني، ان اقدر ارسم بورتري واحد شخصي مثل ما هي رسمت. انا هذا المجال اللي انا متأثرة فيه فقط، مو غيره. علي، فنانين البورتري ليش يختارون الوجه بالذات؟ الوجه هو المساحة الأصعب، هو المساحة الأصعب في مواجهة الآخر. علي، في وايد ناس يرسمون الوجه، شنو الصعب في رسم الوجه؟ هي المواجهة، المواجهة الحقيقية مع الآخر، أنك تفتح العوالم الداخلية والأسرار. عالية، ما هي مقومات نجاح العمل الفني؟ أعتقد أن نجاح العمل الفني مشروط ومرتبط تماماً بصدق الفنان مع ذاته. إذا لم يتوفر عنصر الصدق، يتحول الفنان إلى رسام فقط. متى تحدث حالة الخلق عند الفنان؟ إذا استطاع الفنان أن يفاجئ نفسه، أو إذا توفر عنصر الدهشة بين الفنان وذاته، تحدث عملية الخلق، وهي طبعا المرادفة للإبداع. عليا، خليني أسألك، بعد ما تحدثنا عن البورتري، شنو علاقتك انت في البورتري؟ هل رسمتي بورتري؟ للاسف لا، يعني الى الان لم اجد الجرأة الكافيه للنظر بالمرآه، عفوا، للنظر في المرآه بالطريقه المطلوبه لرسم البورتري الشخصي. علي، انت ترسمين واحيانا تكتبين مسرحيه، تكتبين قصه قصيره، شلون تحددين وين الفكرة تنعرض؟ أنا ما أختار نهائياً، أو ما أتدخل في اختيار الوسيلة اللي من خلالها أعبر عن ذاتي. الحالة النفسية أو الحالة العقلانية نفسها هي اللي تختار أو تملي علي الوسيلة، سواء كتابة قصة، سواء كتابة مسرحية، سواء تشكيل لوحة كولاج أو رسم. أنا ما أتدخل نهائياً، أنا أترك عالية الأخرى، سواء الكاتبة أو الفنانة هي اللي تختار. شو الفرق بين عالية الكاتبة وعالية الرسامة، وأيهما أقرب بالنسبة لك؟ طبعاً في فرق
رئيسي، لان انا تهمني عالية الكاتبة، انا ما تهمني عالية الفنانة، ولا يهمني ان انا اثبت نفسي كفنانة تشكيلية نهائيا، لان هذا متأخر. يعني انا ركزت في بداية حياتي الدراسية على حقل معين اللي هو الفلسفة، وهذا مهم بالنسبة لي ان اثبت نفسي في هذا الحقل، وهذا طبعا منعكس تماما في كتاباتي. لكن طموحي الحقيقي اني اثبت نفسي ككاتبة وليس كفنانة، بالرغم من ان الاغلبية يعتقد اني كفنانة افضل او اقوى من كوني كاتبة. يلا السلامة بشكل عام ليش مفقود؟ يعني مع ان انتم او الفنانين المطربين او المطربين من الفنانين هم المسؤولين مسؤوليه مباشره عن الاوبريت، يعني الاوبريت قضيه وايد حضاريه وايد مختلفه عن اللي قاعد يصير. اخوي عبد العزيز، صراحه الاوبريت يحتاج يكتبه الى واحد لازم لبناني. لازم لبناني. هذه قضيه لازم نعرف فيها. لأن أحلى الأوبريتات وأحلى الثنائي اللي موجود رجل وامرأة لوديع صافي وفيروز، من أبدع ما شفت من الأوبريتات، لها مضمون، لها كلام جيد، لها لحن جيد، طابع حلو، أنا عجبني جدا يعني. طيب فينا نقدر نسوي إحنا أوبريتات مو قريبة ولا، لكن أعتقد هي إمكانيات الأشخاص. ولا تقصد اللهجة نفسها هي اللي تساعد؟ لا مو اللهجة، بالعكس يعني اللهجة ممكن نخليها بالفصحى، ولو إنه ما أحب الفصحى. طيب الكويتي ما ممكن يكون أوبريت؟ لا. سبب؟ صعب، ما في صوت نسائي. ما في الإمكانيات المحيطة طبعا موجودة. طبعا. صوت نسائي موجودة. عندنا مشكلة مع الصوت النسائي. بالضبط. مشكلة كبيرة. ماكو أصوات ولا ما يبون ولا؟ لا. أنت أقرب للصورة منها. ما في أصوات. ما في أصوات. لا. موصلة.
اختيارك لأغنية صوت السهارة السبب؟ أحب هذا المطرب ومن خلال هذه الأغنية تعرفت على جمهور ما كان يعرفني. أنا سمعت الآن مصريين يغنون الأغنية هذه. بالضبط. نعم. الحقيقة هذا شيء أمتعني كثير إن أغنيتنا مو في دائرتنا بدأت تنطلق برا. طيب شنو رأي المصريين لما سمعوك وأنت تغني مصري؟ لا رأيهم طبعا قالوا ليش مو أولادنا؟ يعني إيش معنى جايبين عبد الله الرويش تغني؟ ليش ما جبت واحد من أولادنا يوقف على مسرح الأوبرا المصرية؟ ما شفته أنا بال انشغل وياه أقضيت ليل بضنا واصبحت عند خطا يلي بغيت بعيد اليوم إذا يوم عيد يلي بغيت بعيد اليوم إذا يوم عيد عيدك وعيدي أنا عيدك وعيدي أنا صوت السهرة مرة وعلي عصرية العيد أبطى ركاب يسأل علي عصرية العيد. في فكرة لأوبريت جديد؟ أوبريت جديد والله أنا قاعد أفكر يا عبد العزيز وأنا قلت لك هذه الفكرة وتطرح في بالي يعني إني أعمل أنا وأستاذ عبد الكريم فكرة أوبريت متكامل ويكون شاركنا أختي العزيزة واللي أنا أحبها فعلا يعني أم طلال سعد عبد الله يتكلم عن الأسرة وإن شاء الله تخرج أنت. والله شيء وايد حلو وايد توجه لازم يكون موضوع لازم يكون إن شاء الله ما نلحق نسوي إن شاء الله يطلعون قبل نسوي إن شاء الله. هل جربت تكتب كلمات؟ لا كلمات ما أعرف. ليش؟ ما أعرف ما نعرف تكتب. لا والله لكن أقرأ كثير. القصيدة يشربني الفنجان تتصفحني أوراق الجريدة والبحر يغرق في جلدي والقمر يتحلل أوراق ومسافة والشتاء يعرق تسأليني ليه أنا ودي بك الليلة تمنيتك تشوفين البحر يغرق وجلدي هادي وصافي مثل حلم بعيد وفي أول وجع يقطر على صدر الورق يبدأ اكتشافي من جديد يا سطر يا حبل الورق يا سطر يا حبل الورق بنشر عليك الليلة هدومي ووجها قلت أنا أحبه وظن أني صدقت بنشر عليك الرحلة اللي كنت أنا آخر بكى فيها وظن أني سبقت ولك ولي عليك أنك تحفظ الذكريات الجارحة ولك علي أني أخون البارحة وابدأ بعد حفظك لها يومي يا حبل الورق بنشر عليك الليلة مومي ولو فيك اختنقت يا هل ترى السراب يشوفنا سراب يا هل ترى السراب يشوفنا سراب يا هل ترى هذا بكى غصن ترك حريته في الغاب ولا صرير الباب ومن من أو كيف والمتى تبقى الخطاوي هاربة ليه هو الأحبابي سؤال مستحيل
آخر أحبابي إجابة كاذبة. باكر هو الأحلى يقوله وجه عراف قديم في ليلة عتمة قرى كفي. باكر هو الأحلى يقوله وجه عراف قديم في ليلة عتمة قرى كفي. سألتي ليه أنا ودي بك الليلة تمنيتك معي نزرع بعض نجمة ونستكشف المخفي. وفي آخر وجع يقطر على صدر الورق نستنبط الحكمة ونطفي نطفي نطفي. نار البعد نار البعد تؤلمني أهيم فيكي ونار البعد نار البعد نار البعد تؤلمني وقلبي وقلبي آه قلبي الخفاف بالأشواق ناداك. هل توافق أن تمثل تمثيلية أو تمثل دراما إذا اقتنعت من السالفه؟ لازم اشوف الناس الاقل بسولف، يعني ما يصير اسوق واصل. لا يعني ما عندك تحفظ بشكل عام؟ لا ممكن يكون عندك تحفظ على الناس نفسها. يعني لو في شيء جيد ممكن. ليش لا؟ هذا وعد. وعد قدام الجمهور طبعا، لانه اذا كان في هناك هدف معين انا تحت امرك. خلاص عيب، خلي اسمع شغله منك عبد الله، وان الوعد هذا باخذه منك قدام الجمهور، وانا اوعد الجمهور بشيء وياك ان شاء الله. شرط مثل سكن غابري غير وجهك هموم على هموم في قلبي وشكا يقضي النظر خجلي من اللوم على غلطته واليوم عالي. لكن الأغنية الآن الكويتية متحفظة بالنسبة للكلام بصراحة، لا يوجد كلام الآن كويتي جيد، ما في غير القصيد، يعني النبط هو اللي ماشي. فتنة الحفل زيدي مشيتك بخترة، كل خطوة بروق وكل نفحة صهيل، باقي بين عقلي والجنون الشعرة، اقطعيها يشينا عاشق مهبيل. خلي الأرض تاخذ شكل غير الكرة، خلي النار تاخذ رمز غير الفتيل. من غد الليل شعرك قلت أنا بسهرة، ومن غد الصبح وجهك قلت مالي مقيل. ارقصي ارقصي بين حد الذنب والمغفرة، ارحلي في سكونك واسكني في الرحيل. ارجفي كن كلمة فززتها حجرة، واثبتي كنك الفضة بعين البخيل. وانحني مثل غصن في طرفه ثمرة، ووقفي مثل فزعات بدوي أصيل. وانفحي علمينا كيف تقدر مرة تزرع الليل صبح وتزرع الصبح ليل. في عيونك سواد يستحيل آخره، كامن في بياض أوله يستحيل. واحد تخزرينه ما يجيك أخبره، أشهد أنه عزيز وأشهد أنه ذليل. اترك العقد بين الجد والغشمرة، اترك العقد بين الجد والغشمرة. يخبر الناس وش معنى جميل في جميل، كنك الكذب لكن ما حد ينكره، وكنك الصدق لكن ما في دينا دليل. باشة الغيد زيدي مشيتك بخترة، لجل طاول بحرفي شامخات النخيل. شاعر تلمس يدينك على دفترة، تغرق في أبسط أوزانة بحور الخليل. ليه
يا بنفسي بتبهي وانت زهر حزين والعين تتابعك وطبع محتشم ورازين ليه يا بنفسك بتبك ليه يا بنفسك بتبك وانت زهر حزين. كل عام وانت بخير. بالفرنسي بونوني وبالانجليزي شنو بسوت؟ هابي نيو يير. وان شاء الله سنه جديده علينا كلنا وجميله، وان شاء الله كل العالم توفق في هذه السنه 93، مع ان 92 راحت بسرعه، لكن يلا السنه الجديده ان شاء الله نعوض كل اللي فات. فما الله دخلت على واحد من الربع قاعد يشتغل، قلت له اخوي المدير العام موجود؟ قال لي لا والله اللي موجود يدير السنه. أجمل لحظة في عمر الإنسان لما يشعر أنه أدى واجبه الإنساني في لحظة من اللحظات. هذا بعير داس على بالوعه وخفق الغطا وتكود داخل، شلون زرق ما حد يدري، لكن الكل يعملون بحرقة يريدون مساعدة هذا البعير. التمت الناس وتحركت فرقة الإنقاذ ووصل الونش. الجميع الآن يعمل لإخراج هذا البعير من هذا المأزق. الحمد لله على السلامة وشكرا لرجال الإنقاذ. برنامج الويندوز يطلع لك اللي بعالم الكمبيوتر.